واو هات يا خويا بلاتي 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 بلاتي. ما هذا يا هذا؟ ما هذا يا هذا؟ قلبي الصغير لا يتحمل. قطعو ناس هادو صح. ما هذا يا هذا؟ قلبي الصغير لا يتحمل. واو 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 يا لطيف خويا. راه ديرها ماشي ساحة، ديرها ما علامة فنية هادي. انا لا ما لقيت باش نعلق. هذيك تسمى ساحة مولاي الحسن. ايه مولاي الحسن، ساحة مولاي الحسن، مدينة العيون، الصحراء المغربية. توثيق بتاريخ شنو؟ شحال من شهر؟ 2006. ما هذا؟ ما هذا؟ توفى الحمد لله. قلبي الصغير لا يتحمل. كرا غير ما خير الواحد يعوم فيها هذه. والله الا واحد يعوم فيها هذه. شوف الماء يا بوصله. شوف 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 شوف. والله هذه معلمة فنية، ماشي غير ساحة. هذه معلمة فنية. واش مقطع عليه الماء وش جالس كيستمتع بالماء. ما كاع ما لقيت باش نعلق لك هي. شاهدوا صافي تفرجوا في المنظر. شوفوا ثاني هذا المنظر من هنا. ها صور هنا باقي نصوروا. شوفوا هنا ومشيو ليه. واو مازال كيبنيو شي حاجه ليه، شي قسم مؤتمرات ثاني ولا شي حاجه. انت البصوا عالم. شوف 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 واش هاد المدينة في المغرب اخي؟ الصحراء المغربية. الصحراء المغربية. شنو كاين هنا؟ نمشيو لذاك الجسر. ليه؟ يلا نطلعو من تما من بعد نجيبو دويرة هكا. طلع هذا هاد المشاهد صعيب البصبع يتقبلها كواقع. هذا باركين واقيلا تحت ياك. باركين واحد يحط الطوموبيله ديالو ويجي يستمتع. شوفوا شوفوا الصفاء ديال المياه. شوف شوف عاد ما مجهديناهاش، طالقين داك الشيء بالنورمال. انا غادي نمشي ليها نصور من هاد لهاد الزاوية. صورو من هاد الزاوية بعدا. شتي البصبع؟ شتي الواقع؟ واحد الطيارة غادية. الله قلعات. ما أحلاه من المنظر. هنا الصحراء المغربية، هنا الواقع.
نشوفوا الاخر عاود. من لهيه نمشيو نصورو من لهيه. لا شديتك شكون هي عامين مزدوج. واو 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 صوب التعليقات غادي نخليها لكم نتوما، نتوما اللي حكموا. حتى راه ما قدرتش يتقبلوا البوصلاي، صعيب عليه باش يتقبل هادشي. يا سلام والله الا فاش كتشوف هادشي كتقول راه مضيعين الوقت ديالنا مع الفقاقير وصافي. والله فاش كتشوف الواقع بحال هكا كتقول راه مضيعين الوقت ديالنا وصافي. عايشين في واحد المشروع اخر كيبان فيك. هذا المشروع شوفوا شوفوا راه شي حاجه كتبنى جديده. انا شي ملعب هذا ولا قاعه ولا وقيلا على شكل خيمه. نمشيو نشوفو راه كاين لهيه. نصل لك ساعة وناخذ لهم تصاور من تما. دايرين شي مشروع ولا شي قاعة ولا شي. انتما كتشوفوا الناس مستمتعة بالأجواء. الناس عايشة اللحظات، هاللي كيلعب، هاللي كيتنزه، هاللي كتصور، هاللي يعني مشاهد أقل ما يقال عنها رائعة. هذه ساحة مولاي الحسن ياك؟ ساحة مولاي الحسن. وكانت عندي شي درون وخديت لكم، وكان عندي الترخيص ديال الدرون كون خديت لكم مشاهد من الجو. عرفتي كيفاش كانت غادي تبان؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ها هو الدرابو ديالنا، العالم المغربي يرفرف فوق الصحراء المغربية. ولا عزاء للحاقدين، ولا عزاء لمن يعيش في الوهم، ولا عزاء للبوصبعي اللي الماء مقطوع عليه بينما في الصحراء المغربيه انتم كتشوفوا الواقع. اقاليم الجنوبيه ديالنا الحمد لله مستقره امنه، الجو هنا رائع، المشاريع انتم كتشوفوا، البناء ما كتوقفش هنا في الصحراء، الناس عايشه الحياه ديالها. وشي كيقول لك اودي راه كاين حرب وكاين قتيله وكاين ما عرفتش شنو. شوفوا الفوق، شوفوا هاد المعلمة، هاد الصرح الفني اللي كاين هنا. فمتابعينا الكرام كنتمنوا على انكم تشاركوا هاد المشاهد، كنتمنوا على انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق باش العالم يشوف الواقع. ما عارفين بان كاين هناك فيديوهات من الساحة، ولكن بغينا المزيد من النشر والمزيد من المشاهد والمزيد من هاد المشاهد الرائعة تبات وتوثق وتنشر على اوسع نطاق. هنا غادي نخليكم متابعينا الكرام وغادي نشوفوا ان شاء الله لقطات اخرى من مكان آخر قريبا جدا.